السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل بنس من فرنسا. اليوم 10 رمضان 5 يونيو، ذكرى النكسة حرب 67. أما زاد نكسة أخرى اليوم هو قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر وليبيا. علاش؟ علاش مسكينة قطر؟ شو عملت لكم؟ أختكم الصغيرة، أختكم الصغنونة، شو عملت لكم؟ تتعاركوا على إيفانكا؟ تتعاركوا على ميلانيا؟ شو عملت لكم؟ ترامب خليكم في الضحضاح، يعني ترامب خذي 460 مليار دولار وخليكم باي باي وتفاهموا مع بعضكم، وتعاركوا وتخاصموا مع بعضكم. فرانشمون وزيت حسيلو بهامة بهامة في بهامة. تغطيت ليلة مباريات الدولة الثالث من كأس رب. دخلت بعضي نهار 10 رمضان نكسب نكستين، نكسب نكستين. غاضبة غاضبة جدا على السعودية، على السعودية وعلى الإمارات والبحرين واليمن ومصر وليبيا. قالك شنو شنو؟ متقاطعين مع قطر، فرشيك فرشيك مع قطر، فرشيك عليه مسكينة. يعني إسرائيل اليوم تزغرت، زغرت إسرائيل، فرحانة فرحانة قوي قوي قوي. زغرتي يا إسرائيل، زغرتي زغرتي يا ترامب، زغرتي يا فريمون. ظهرتوا بهامة بهامة، العرب يضربوا العرب. إسرائيل ظهرت أخت السعودية وأخت الإمارات وأخت البحرين وأخت مصر وأخت ليبيا وأخت اليمن. يعني إيه؟ إسرائيل أختكم وقطر مياش أختكم. يا نداب عليكم، يا حبين عليكم، فريمون تسخفوا 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 تسخفوا. علاش قطر؟ على مسكينه عملت لكم قطر؟ شو عملت قطر؟ الكل في الكل، قطر قطر وتركيا اخر قلعات الاسلام، هما قلعتين مازالوا يدافعوا على الاسلام، على مشروع الخلافه الاسلاميه، ولانهم اخر دول اللي تحمي اللي تدعم منظمه الاخوان المسلمين. لازم تفهموا يا ناس ان قطر 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 مستهدفة لأنها آخر قلعة في البلدان الإسلامية التي تدافع عن الإسلام وعن مشروع الخلافة الإسلامية، لأنها تدعم الإخوان المسلمين. كما تعرفوا الإخوان المسلمين هم اللي دافعوا، هم الذين يدافعون عن مشروع الخلافة الإسلامية وعن مشروع الوحدة، وحدة البلدان العربية والإسلامية تحت راية واحدة، راية الخلافة الإسلامية. يعني اليوم القطاع سقط، الأقنعة سقطت، الإمارات حلف حلف إسرائيل، والسعودية حلف إسرائيل، والبحرين حلف إسرائيل. يا حبيني عليكم، يا حبيني فرانشمون، حبيني عليكم، يا حبيني، يا بهايم يا بهايم. يعني اليوم إسرائيل بتزغرت، زغرت زغرت زغرتي يا إسرائيل، زغرتي وفرحي يا إسرائيل، وفرحي يا ترامب وأمريكا. اليوم فرح عندهم، فرح فرح على الآخر. يعني إسرائيل وفرت عن نفسها كل الجهد لتدخل عسكري في المنطقة. يعني هي بالنسبة لها يكفيها العرب تضرب بعض، والعرب تضرب بعض، والبلد والخليج الكل يتحلل يتذبذب يتحل، والخليج الكل يمشي يمشي في 60 داهية، يمشي في 60 داهية. تغطيت ليلة مباريات الدولة الثالث من كأس رب. زغرتي يا أمريكا، وفرحي يا أمريكا لمشروع الجديد، لمشروع الشرق الأوسط الجديد. وزغرت يا غالف بيتيرس، وافرح يا غالف بيتيرس،
انتوا ما كنتوش عارفين غالف بيتيرس؟ هو كاتب واعلامي ومختص في الجيوبوليتيك، وكاتب كتاب ليرسم الخريطة الجديدة للشرق الأوسط. والخريطة الجديدة للشرق الأوسط تهدف إلى تفتيت العربية السعودية إلى 3 بلدان، وكما تشوفوا في الخريطة اللي باش نوريها لكم توا. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا شنو وراء شنو الهدف، شنو الأسرار التي وراء قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين أخوات إسرائيل؟ شفتوا؟ يعني بالطبيعة التفتيت هذا سيكون بعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة. افرحوا يا عرب، زغرتوا يا عرب، حتكون الضحية الأولى للحرب العالمية الثالثة. هذا ما تقوله الرؤى والإرهاصات. أنا منيش نخوف فيكم، منيش شمتة فيكم، يعني يلزمكم تفهموا، يلزمكم تكونوا متضامنين مع قطر، متضامنين مع الحق. يعني تقسيم العربية السعودية هي حرب ناشئة بين قطر والسعودية وبين إيران والسعودية، وبالطبيعة السعودية باش تخسر، باش تكون مقسمة لثلاثة مناطق، لثلاثة بلدان. يعيني على مشروع بيتيرس، غالف بيتيرس. شوفوا مشروع غالف بيتيرس، حلو عينيكم، حلو عينيكم، راكم عندكم مؤامرة كبيرة كبيرة باش تقطعكم تروف 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 تروف. إذكم تفيقوا يا عرب يا مسلمين، فيقوا، راكم عندكم، راكم تحت المؤامرة الأمريكية الصهيونية، هو تفتيت الشرق الأوسط وإعلان الحرب العالمية الثالثة، وسيكون الضحية الأولى للحرب العالمية الثالثة هو عرب الخليج والمسلمين، وخاصة عرب الخليج أكثر من عرب المغرب العربي. ليش؟ لأن العرب الخليج لما يموتوا بيخلي أوطانهم، وأوطانهم مين؟ فين تروح؟ تروح لي فين تروح أوطانهم؟ تروح لتكوين إسرائيل الكبرى. افهمتوا يا جماعة؟ دونك الحكاية راهي مفضوحة. راهو عندكم مشروع باش يجي جزركم 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 جزركم، وكل هذا من غلطة إيفانكا ومن غلطة ميلانيا. ويفرح يا جورج فريدوم، وزخرت يا جورج فريدوم. انتم ما كنتوش عارفين جورج فريدوم؟ جورج فريدوم كاتب كتاب اسمه مستقبل العالم اللي في 100 سنة. وتصوروا بعضكم، وتصوروا أرواحكم، وتصوروا أنفسكم في بعد 100 سنة. ماذا سيبقى من العالم العربي؟ ماذا سيبقى من العالم الإسلامي؟ سيبقى زيرو زيرو إذا ما تتحركوش. إذا ما تتحركوش سيبقى صفر إذا ما تتحركوش وما تعملوش وما تقاوموش الهجمة الإسلاموفوبية، الهجمة الصهيونية التي تريد تدمير العالم العربي بالكامل. أنا قلتكم بالكامل. وجورج فريدوم يتخيل العالم في 100 سنة خال من الإسلام. الإسلام هو، قالك في هذا الكتاب، الإسلام هو العدو الأول للغرب، لأمريكا والأوروبا، ولازم تدمير الإسلام. وفي مشروعه أيضا في كتاب جورج فريدوم يقول يستحيل أن يعطي للإسلام والمسلمين أي وجود سياسي باسم الإسلام. يعني الإسلام، العالم العربي سيكون في شكل دويلات مذبذبات صغيرات، ما عندهم حتى قوة، ما عندهم حتى قوة عسكرية، ما عندهم حتى وجود سياسي. يعني والإسلام يكون فيهم موجود بطريقة شكلية، وليس له أي صلة بنظام الحياة ولا بأي نظام سياسي. يعني المشروع الصهيوني الأمريكي هو تحطيم الإسلام وتحطيم المسلمين
والمسلمين هم الضحية الأولى، خاصة العرب، عرب الخليج، في الحرب العالمية الثالثة. يكون تهجير وتقتيل كل المسلمين، كل العرب المسلمين من الشرق الأوسط. يعني الآن يجب المقاومة، يجب التضامن مع الحق، وإلا سيكون مؤخر جدا. وإذا كانت المقاومة مؤخرة جدا، النهاية محتومة. معكم أمل بنسى، وتحاولوا تعملوا لايك وتعملوا ومتنساوش تعملوا لايك بارتاجيو، متنساوش المشاركة في قناتي، ومتنساوش تابعوني على قناتي أمل بنس شانيل على اليوتيوب.